تعادلات هذا الموسم بامتياز. الاتحاد البوليدي بست تعادلات منها 5 على ملعبه، والآخر الحراشي بسبعة منها 3 خارج الديار. المواجهة لم تخرج عن تقاليد هذا الموسم وانتهت بالتعادل الإيجابي. المباراة عرفت ضغطا شديدا وكبيرا، والإمام ضيع أول أهداف المباراة، تلته في الدقيقة 15 ركلة جزاء غير معلنة من الحكم بصيري، والسبب تمويه بطاقة صفراء لمهاجم اتحاد البوليدة. بعد ذلك في الدقيقة 27 عمل فردي ممتاز من رجل المباراة الطيب الهواري الذي راوغ وقدم كرة على طبق للإمام الذي ضيع أمام برعة الحارس بلهاني. بعدها ركنية تلت هذه اللقطة، وهجوم الاتحاد البوليدي فوت فرصة افتتاح باب التسجيل، والمباراة عرفت عودة قوية لأنصار اتحاد البوليدة. في الدقيقة 38 هدف ينفذ كرة ثابتة يردها بلهاني، زرقين يسجل والهدف أبيض بسبب التسلل، وعرفت احتجاجات كبيرة من جانب اتحاد البوليدة. ومحمدي مهاجم أو مدافع اتحاد البوليدة كاد أن يفعلها بحارسه. نهاية الشوط الأول كانت بيضاء، والمباراة عرفت شغبا كبيرا مع بداية الشوط الثاني. في الدقيقة 48 لمالي يسجل أول أهداف المباراة بطريقة جميلة، وللأمانة اتحاد الحراش رغم وضعيته الصعبة لا زال يحتفظ بشيء من سحره القديم ويلعب كرة جميلة، والوضعية محيرة. زرقين في هذه الكرة وهذه المحاولة ضيع بعد انفراد للحارس بلهاني بطريقة غريبة. الكرة الثابتة كانت سلاح الاتحاد، ومحمدي هنا نسي أنه مدافع وليس مهاجم وأخرج الكرة. رد عليه الفنان عواد بهذه التسجيلة التي علت القائم. الاتحاد الحراشي فوت على نفسه الكثير من الفرص من أجل تعميق الفارق وتسجيل الهدف الثاني، وأبرزها كان لبومشرة بعد هذا الانفراد. المباراة عرفت توقفا لمدة 10 دقائق في الدقيقتين الأخيرتين من المباراة. وابل من الحجارة كان على أرضية ملعب الشهيد براكني. الحكم الرابع أضاف 5 دقائق، وهذه الخمس دقائق أتت بالجديد السعيد للبوليدية والحزين للاتحاد الحراشي، لتنتهي المباراة بتعادل جديد بين الفريقين، والاتحاد البوليدي في وضعية خطيرة جدا. كم بريد لا موفيز هذا الموفي ريزلت تاع اليوم ثاني، وين كنا رابحين في لي طومور حبس الماتش، وين هذيك هو جو بونس الديكليك ديالهم، وين خرجنا شويه من الماتش ونقدروا ايكاليزيو لا داينيغ مينيت. ما هاد الفوبا اللي تقبلنا شويه بارابور لي زوط، هذا سيتي ان بو سبيسيال، وين كنا رابحين على داينيغ مينيت ايكاليزي لك سي سي ماتش نيل امر بزاف، سي تاع موفي ريزلت. ممكن ديزيكيب راهم اواخر الترتيب، وين اليوم حبينا نجيبوا هذا الماتش باه نفوتوهم في كلاسمون، ما كتبتلناش معليش، حنا درنا اللي علينا ان شاء الله، مازالوا لي ماتش افيني ان شاء الله، وان شاء الله نجيبوا نقاط ان شاء الله. نقطة